حاجات مش هتشوفوها غير من نجوم الاهلي تحديدا. عايز اقول لكم القايمه اللي اختارها الكابتن حسام بدري لمباراه بكره ان شاء الله، 23 لعيب ان شاء الله بكره في معسكر الفريق: شريف اكرام، محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، ثلاث حراس، معاهم في خط الدفاع احمد فتحي ومحمد هاني، باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيعه، وعلي معلول وصبري رحيل. في خط الوسط حسام غالي الكابيتانو وعمرو السوليه وحسام عاشور وعبد الله السعيد وصالح جمعه واكرم توفيق. في خط الهجوم احمد حمودي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر جونيور، اجاييه، وعمرو جمال، وعماد متعب. يعني